شلونكم؟ شكو ماكو؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام. صديقي العزيز هيوة، صاحب صفحة هيوتك على الفيسبوك، واحد من أكثر الأشخاص اللي أخذ من عندهم أخبار وتسريبات، أعتبر مصدر موثوق للأخبار. وإذا بعدك ما متابع صفحة هيوتك على الفيسبوك فأنت فايتك الكثير. هيوة اتصل بي قبل فترة وقال لي بأنه أنا رح أسوي فد خطوة، شنو رأيك بيها؟ وصراحة عجبتني هذه الخطوة، وهي أنه يسوي صفحة هيوة ستور، يقدم بيها منتجات فريدة من نوعها، منتجات بأسعار مناسبة. وأول منتج رأساً إجا ببالي وقلت له لازم تجيب لي إياه وأنا أسوي لك فيديو خاص إله ونسويه قدام المتابعين حتى يشوفون الشيء الرائع اللي أنت جايبه، هو سكنات على ظهر وجوانب الموبايلات على أي موبايل بالعالم. هذه هي إحدى النماذج اللي دز لي إياها هيوة حتى أشوفكم إياها. مثلاً هذا الشكل، هذا للبيكسل 4 اللي عندي. البيكسل ما له اكسسوارات، يعني أنا صح ما أحب أخلي كفرات، بس السكنز صراحة ما راح يعني يأثر، ما راح يخليك تحس أنه تغير تصميم الموبايل. هذا مثلا للآيفون، والشكل مالته أنه يحوط حتى من الجوانب، يعني مو بس بالظهر. وهذا هذا كلش عجبني، هذا لازم أنا أخليه أجربه ولو كم يوم أشوفه. بالمناسبة أنت تقدر يعني هذا السكنز تشيله وترجعه ورا فترة. هذا أيضا للآيفون 12 ميني. اللي أريد أقوله بأنه هذه السكنات موجودة على سبيل المثال ماركات عالمية بأسعار غالية، $30 $40، لكن هيوة من خلال متجر هيوة ستور دي يبيعها بأسعار، ما راح أقول لكم شو الأسعار، أنتوا راح تروحون لصفحة هيوة ستور، راح أخليكم إياها بالوصف، راح أخليكم إياها بالتعليقات، وأنتوا اسألوا هناك شلون الأسعار، راح تتفاجئون صراحة بالسعر المنافس لهذه السكنات اللي جدا سهلة تصميمها وترتيبها. تعالوا يانا خلينا نشوف هسه على سبيل المثال، شوف اللاصق اللي بيه، نوعية اللاصق تقدر تشلعها أكثر من مرة وترجع مرة الثانية وتلزق بكل سهولة. بعد ما شلنا هذا الغلاف نجي هنا، هذا بكل سهولة من هنا تشلعه. شوف اللاصق مالته من النوع اللي بحيث يقدر مرة الثانية تقدر ترجعه. هذا هو الموبايل البيكسل، نجيبه بحيث، وحتى أكو إمكانية أنه أنت من تخطأ تقدر مرة الثانية ترجع يعني ترتبه. الكاميرات أساساً هي ده تساعد بالموضوع. شوف أساني ما جبتها بطريقة صحيحة، مثل ما تلاحظون كل سهولة أنا بالبيت قدرت أسوي السكين. طبعاً هاي الجوانب بالسشوار، هسه راح أشوفكم شلون حتى اللاصق يلزق هنا بشكل ممتاز. وحتى إذا والله إذا ما راح أسويها منا ماكو أي إشكال، ماكو أي مشكلة، بس يعني للتأكيد لابد أنه يكون أكو لاصق، العفو، لابد أنه يكون أكو يعني سشوار على مود منا من هذا الجانب ما يأثر، مثل ما تشوفون التصميم. وهم يحمي لأنه هذا الزجاج الظهر، أكو أجهزة هواية عندنا بالسوق حاليا زجاج ظهرها، فهذا راح يحميها وراح يبقى نفس الحجم، ماكو أي مشكلة. تعال خلنا أشوفكم شلون بالسشوار نقدر نسوي سلطة تقريبا يعني 3 دقائق. رأسا أخذ من هاي الجهة بس خليته، شوف هنا إذا الزوم ده يقدر يشوف أنه شون صار اللاصق بالضبط ويا الإطار بالضبط، وكأنما يعني صار عبالك يعني شوية وكأنما الأطراف ما عاد شوية بحيث لزقت بالطرف حتى تخلي بجيبك شيء يظل محافظ قوي. طبعا هيوة صديق وأخ عزيز، أنا يعني مو من النوع اللي أحب أسوي إعلانات لأي أحد، لكن هيوة إنسان مثابر ويستاهل أنه ندعمه، ولو حتى لو بمشاركة صفحته والمنتجات اللي يبيعها بهيوة ستور. فيعني صراحة أنصحكم أنه تشوفون صفحته أول شيء هيوتك اللي ينشر بها تسريبات وأخبار حلوة، بالإضافة إلى صفحة هيوة ستور، راح أخليكم
روابط الصفحات اثنيناتهم، ادعموا على الأقل بلايك للصفحة، وإذا عجبتكم المنتجات قولوا له احنا جايين من طرف هشام، وإن شاء الله بإذن الله راح تعجبكم المنتجات اللي عنده. ومثل ما قلت لكم الأسعار عنده رهيبة، لا حد يكتب لي شقد السعر، روحوا لصفحة هوا حطوا له لايك ودزوا له مسج وقولوا له هاي بيش، وهو إن شاء الله بإذن الله ما راح يقصر وياكم. التسعيرة مثل ما قلت لكم ممتازة، وبالنسبة للمنتج يعني صراحة أنا دا جربه حاليا وحاطه على البيكسل 4، فشي كلش حلو، إضافة كلش حلوة للجهاز، أنه أنا كل فترة أقدر أغير سكين. فشكرا على متابعتكم للفيديو ونشوفكم على خير.